الانتفاخ المهبلي لودام فاجينال بزاف السيدات يتشكاو مره تجي في الكونسلطاسيون تقول لك عندي نفاخ في المهبل ديالي اما هذا النفاخ تيكون بوحدو ولا تيكون اكومباني بواحد لي دولور ولا ان بريغيت في غالب الاحيان تيكون مثلا لي شامبينيون لي ميكوز فاجينال سي ان سورس ديال هذا لودام فاجينال هو ان هاد لي شامبينيون سا ديزيكيليبر لا فلور فاجينال وتيعطينا واحد الحكه ودي فوا سون حكه وتنفخ المهبل ديال السيده اما من الداخل ولا من الداخل حتى لبرا هنا في سوا سبونطاني سوا في العلاقه الزوجيه ما يمكن ليهاش دير دي غابور هناك بعض المرات حالات اخرى تتكون حساسيه لبعض لي برودوي ديجيان هذوك لي برودوي تيكون سوا بيريمي سوا تيكونوا ما مزيانينش هنا ولا لي بروتيس سليب مثلا هذوك بارفيمي حتى هما ممكن تعطيونا هاد لا رياكسيون انفلاماتوار اوديماتوز ديال المهبل ديال السيده وبعض المرات في ليكزام كلينيك تلقاو ان بارتولينيت واحد انتفاخ ديال واحد الغده لا غلوند دو بارتولا اللي تيكاينه في الدخله ديال المهبل كاينين جوجات سواء ادروات سواء الوج دي فوا تيكونوا بجوج دونك هنا تيكون واحد الانتفاخ لي دولوغو تيكون فيه الحريق دونك هنا سي لا غلوند دو بارتولا هي اللي تتكون سبب في هذا الانتفاخ هناك حالات اخرى ولكن هذه في واحد النطاق ديال السرطان سرطان ديال فم الوالده ولا سرطان ديال الوالده تيكونوا دولاسس في كونغليو تيعطونا ان نودم امبورطون او نيفو ديال البيبيس وفي المهبل وتا في لي مومبر انفيريور دونك هنا سي حالات اخرى دونك هنا سي داخله نطاق لي ميتاستاز ديال السرطان ديال لاباراي جينيتال فيما يخص العلاج مثلا فاش يكونوا لي ميكوز ولا لي شامبينيون دونك هنا سي ديفيسيل بور لا فام تقول لها ديري غسلي ان انتيسيبتيك ا بي اش الكانا ولا دير قويلبات ولا دير ان كريم دونك هنا تيكون العلاج ولا ا باز دو كومبريمي دونك هنا تنأجوتيو دو طون طون ان انتي انفلاماتوار ا باز بزاف لي انتي انفلاماتوار باش يكون تفش ليها شي شويه باش يمكن ليها تواكب العلاج ديالها وبعد باش ما تقطعوش لان بعض المرات تيحرقها لو تريتمون تتقول لك ني با ايفيكاس الوغ كو هي نو باسكو سي المهبل ديالها هو اللي انفلامي داكشي علاش اي بومادا ولا اي اوفيل ممكن يحرقها دونك الحرقه خاصها تصبر عليه لان راه علاج هذاك اما فيما يخص لا غلوند دو بارتولا ولا بارتولينيت كان او ستاد دو كيست هنا تنعطيو غير ان تريتمون ميديكال انتيبيوتيك ولا بليس انتي انفلاماتوار الا كانت لا غلوند ابسي ولا في لا غلوند دو بارتولا هنا اوني اوليجي دو فير ان انسيزيون تنحلو هذاك لابسي باش تحيد ان دغيناج باش تحيد ديك لا كوك ديال داك لابسي ديال لا غلوند دو بارتولا النصائح هو في حالات مثلا فاش يكونوا دي شامبينيون ولا هذا ولا انكيز لا غلوند باتونا لو تريتمون يكون من الاول لاخاطش بعض السيدات تتسنى تتكون دي بير تتكون الحكه بزاف ولا هذا عاد تطول عاد باش تجي عند الطبيب دونك هنا تيكون لودام الي بري جينيراليزي تتكون هذا الانتفاخ كبير بزاف دونك من الاحسن ان فوا تيبداو اعراض لي صغيره هنا العلاج كل ما كان العلاج مبكر كل ما تتكون النتيجه وما تنوصلوش لهذه الحالات اللي بعض المرات يكونوا صعيبه على السيده باش تستحملهم ما يمكنلاش تلبس لها البونطالون ديالها ما يمكنلاش تمشى دونك من الاحسن الوقايه ولا العلاج المبكر احسن لي تواليت انتيم تنصحوا السيدات بانه ما خصهمش يغسلوا بزاف لان الغسيل بزاف سا ديزيكيليبر لا فلور فاجينال سي نورمال خصهم يغسلوا وهذوك لي جيل انتيم حتى هما خص دي جيل يكونوا دون دي نورم لاخاطش لو بي اش فاجينال واش ان بي اش نوتر باش يكون مثلا ما يكونش ان ديزيكليب ديال ديك لا فلور فاجينال دونك ممكن تيتيليزي لو جيل انتيم غير هي ماشي بكثره تكون شويه مزيان